سوري 57 او 67 راح يتناول بعض، ارجع واقول قلت لكم الان مرحله ثانيه كلها عباره عن عبارات وادوات. العفو دكتور، انا من ضمن الكلاس بس متى يوافق على ذاك الحساب مالتي؟ فدخلت بهذا الحساب. ها يعني اي مو هذا الحساب ثاني، هذا جديد انضم بلي انضم من هذا الحساب. اوكي انضم من هذا الحساب، اذا ذاك ما يشتغل انضم منه مو مشكله. قلت لكم السنة اللي فاتت، السنة الجاية تعابير وأدوات وهيجي مواضيع تحسوها ملمومة مخربطة، يعني مو كلهم موضوع واحد، ونجي ناخذ مثلا الكونتينيوس ونشرحها، التنس ونشرحها، فمواضيع عامة. إنهن اتصال فيما بعضهن وراح يفسرن بعضهن البعض، لكن مواضيع مهمة جدا، عبارات تعابير أدوات مشاكل يواجهوها، clauses كذلك مثل if clause يواجهوها مشاكل المتعلمين اللغة الثانية من هذه العبارات. هي أو هما see somebody do و see somebody doing. شنو الفرق بيناتهم؟ على ما يبدو الفرق التركيبي اللي ممكن الأول وهلة تشوفوه، إنه الأولى بها do فعل مجرد، الثانية doing فعل in continuous form يعني فعل مضاف لـ ing. هذه الفكرة العامة، لكن بالضبط عليه من المن يعبرن بالتحديد هسه راح ناخذ. section A راح يتناول الأولى اللي هي see somebody do، والماضي من عندها see أو saw. Tom got into his car and drove away. You saw this. شفتوا هذا الحدث، هذا الشخص قعد بسيارته وساق وراح بعيد. I saw Tom get his car and drive, sorry, get into his car and drive away. نعم واضح. اوكي، لان انفصل والانترنت عندي بالبيت كله ورجع. ما اذكر وين كنت احكي، بس كنت بالبدايه كنت اقول انه ذني العبارتين الفرق بيناتهن بالمعنى، يعني يغطون فترات زمنيه. يمكن هذا راح يذكركم بالمرحله الاولى والكونتينيوس، وشلون الكونتينيوس يغطي فتره معينه، لكن مثلا البيرفكت يغطي فترة معينة صارت وانتهت، لكن الكونتينيوس مو شرط ان انتهت. شوفوا هذا المثال. المثال الأول موجود بسكشن A. See somebody did something, then you see it. You saw that. It's in the past. I saw somebody do something. شفت الحدث من بدايته لنهايته. إجا توم ركب بالسيارة وانطلق، فشفناه من البداية إلى الأخير. ذاكركم بنهاية سكشن A شلون تكون الباسيف، ما يهمني الباسيف بقد ما يهمني معنى بسكشن A. لاحظوا شيء، هذه البنية كيت waiting for in a bus station for a bus I'm assuming. She was waiting for a bus. الجملة اللي عندنا
I saw Kate waiting for a bus. The structure, somebody was waiting, and I saw that waiting period. أنا شفتها هاي كيت بلحظة انتظار أو فترة انتظار الباص. أنا ما شفتها من البداية للنهاية، لاحظة بالجملة الأولى شفتها من إجا ركب راح. لكن أنا هذه كيت شفتها بفترة من الانتظار، ما أدري بيها راحت، ركبت بالباص، ما شفتها من إجا، شفتها بفترة منتصف الانتظار. لذلك نستخدم لها الـ continuous حتى شو نعبر؟ شو نريد نقول من هاي الجملة؟ I saw somebody doing something. For example, I saw Kate waiting for a bus. هاي معناها إنه أنت الحدث انتصف. شفت لحظات وقوع، لكن ما شفته من البداية للنهاية. اثنيناتهم إذا تلاحظون الحدثين صاروا بالماضي، لكن صار قدامي وانتهى، اختتم الموضوع. الثاني شفته في منتصف حدوثه بس ما انختم. هذا الفرق الأساسي اللي هو راح يشرحه بسكشن دي. تقريبا هاي الفكرة العامة من الفرق بين ذني العبارتين. خلينا نشوف سكشن سي، سوري سكشن سي شلون يشرح. قال لكم I saw him doing, he did something in the past, صار بالماضي. And I saw the complete action from beginning till the end or till the end. أنا شفت الحدث من البداية إلى النهاية، حدث بالماضي وأني شفته. مثال أمثلة أخرى، مثال آخر. He fell off the wall. I saw this. I saw him fall off the wall. That's a weird sentence. We don't normally, like, there are some people who would fall off the wall. Like, they could be standing on a wall. But it's just weird. It could be, like, the picture fall off the wall. Or the shelf fall off the wall. The accident happened. Did you see it? Did you see the accident happen? هذا السؤال يعني إنه الحدث حدث بالماضي. هذا العبارة الأولى اللي هي الفعل يكون بحالة المجرد. العبارة الثانية اللي الفعل يكون بحالة الـ continuous مضاف لـ ing. شنو معناها؟ I saw him doing something. I saw him falling off the wall. هذا معناها إنه الحدث كذلك. He was doing something. هو كان يقوم بعمل شيء معين. الفرق الأول إنه هذا العمل تطلب فترة، مرور جريان هذا العمل تطلب فترة، ولذلك استخدمنا الـ continuous. لكن هذه الفترة اللي تطلب حدوث العمل إحنا شفنا جزء منها، ما شفناها كلها، ما بقينا حتى نشوف كل العمل، شفنا جزء بسيط من هذه الأكشن. I saw him when he was in the middle of doing it. This does not mean that I saw the complete action. هذا طلاب إذا تردون الفرق بين العبارتين نصا موجود بسكشن سي، السطرين الأولانيات والسطرين الثانيات. هذا الفرق بين التعبيرين ريموند حاط لكم اياه بشكل واضح جدا. قال لكم sometimes the different is not important and you can do either. اكو مرات مو مهم، يعني هو يبقى فرق بالمعنى يبقى، لكن قال لكم انه مرات مو مهم انه انت شفت الحدث كله او شفت جزء من عنده، انه المهم انه انت شفته. So I saw him fall off the wall. I saw him falling off the wall. مو مهم أنا شفته هذا الشخص وقع من الحائط وأنا شفت الحدث. مو مهم أنا شفته من البداية للأخير ولا شفته منتصف الوقوع. ولذلك ذني التعابير لبعض القائلين يقولون
احنا مو مهم بالنسبة لنا الفترة اللي شفنا بها الحدث، المهم انه احنا حضرنا شفنا الحدث. جاي لكم بعدين بسكشن دي انه هذا مثل ما قلت لكم بالبداية، هذا التركيب ممكن يأتي مع أفعال أخرى. شفنا سي، شفنا فعل فو، بعد شفنا شنو من أفعال، شفنا سي وفول فقط لحد الآن. ممكن يأتي مع الفعل دو أو ديد، وممكن يأتي مع أفعال أخرى مثل جيت كذلك، ذكرنا جيت. من الأفعال هير، feel اللي هو الماضي منها felt، notice، listen، smell الموجودات بالكتاب بالأحرى، sound، هذه كلها أفعال ممكن تستخدموها. اللي لاحظتوه أكيد لاحظتوا إنه هذا التركيب يأتي مع أفعال الحواس الخمسة، يعني see, hear, touch. touch هو ما ذاكرها بالكتاب، بس هو ممكن يأتي مع الفعل touch كذلك. عموماً أنتوا الأفعال اللي موجودة بالكتاب فقط هي الأفعال الداخلة بالامتحان، ما عداها مداخل أنتم غير مطالبين. التمارين المطلوبة من هذا اليونت هو التمرين الأول والتمرين الثاني. التمارين المطلوبة من يونت 67 R 1 67.1 and 67.2. واضح طلاب التمارين؟ واضح اليونت؟ عفوا ست، ممكن سؤال؟ نعم أكيد. ست مثل هاي أول جملة، I saw Tom get into his car and drive away. ست أني كمتعلمة للغة وما أعرف يعني القواعد بشكل عام، من أشوف هاي يعني راح أقول he Tom got into his car and drove away. يعني شلون أقدر أميز يعني هنا عندي saw بالماضي، هنا أنا get و drive بالمضارع. يعني لا شلون أميز؟ نعم نعم يعني تتديني تقولين I saw Tom got into his got car into car and drove. اي ستي يعني مثلا اذا هيك الجملة تكون صحيحة، هذه الجملة تكون صحيحة ما فيها مشكلة. اي بس اذا تردين تقولين get هنا المشكلة بالمعنى، تصير يصير ماضي تام طبيعي، يصير ماضي يعني ما سوري ماضي simple يعني ماضي بسيط. يعني كل الأحداث تصير بالماضي، كل الأحداث تصير بالماضي، والمعنى جملتك يصير بها اختلاف. شنو؟ إنه أنت شفتي وخلص الحدث، ماكو دليل إنه أنت شفتي من البداية للأخير، شفت. أي بلس هذه الجملة إذا تحطين saw مثلا و get أو drive أو waiting هذه معناها انه انت شفتي البدايه، شفتي هو حضار، هو نزل من الدرج وصعد وساق وراح، هذا الفرق في المعنى. بلي ست بلي تقدرين تقولين past simple اي براحتك، ماكو مشكله يعني يبقى صح الوصف. اوكي وهذني الامور، ذني الخاصات باللغه، هاي التعابير اللي تغطي يعني هذني الشغلات اللي نقول احنا من نتعلم تنسز ونتعلم جمل ونحفظ عبارات. ليش يبقى حكينا مو مثل الاجانب اللي بالتلفزيون؟ اكو هواي طلاب ذاك اليوم طالب سالني قال لي ست انا اعرف مفردات هواي بس من نحكي ما احكي مثل اللي بالتلفزيون. قلت له الفرق انه احنا انت دا تعرف جزء محدود، هو هذا اللي يحكي بالتلفزيون تشوفه، هذا يعرف لغة كاملة بكل تفاصيلها. ولذلك اختياره للكلمات، اختياره للتعابير والأدوات، هو نيتيف سبيكر، هو يختار، هو ما يختار إنه واحد يكون يعني generated naturally. فإحنا لا، إحنا نختارهم، إحنا ندقق بيهم،
بينما الآخر يكونون natural for them. ولذلك كل ما تتعلمون أكثر you sound more like a native speaker. كل ما تتعلمون أكثر راح تتجاوزون هذا الموضوع، راح تكونون أقرب إلى المتحدث الرسمي أو الرئيسي أو الطبيعي أو الأصلي للغة. كلامكم راح تعرفون الرسمي من الـ everyday language، راح تعرفون slang كذلك، راح تعرفون هاي الكلمة مرغوبة مثلاً بالنقاط، هاي الكلمة غير مرغوبة، هاي الكلمة تابعة لهذه المنطقة، هذا الفرق بال لذلك تتعلمون أكثر وأكثر وأكثر. هذا كل ما يتعلق بسكشن 67. سكشن 68 راح يتحدث لكم عن الـ ING clause، اللي هي clause استخدامها شنو اللي لاحظتها ريموند ميرفي، منطيكم استخدامها، الفرق الاستخدامي والفرق المعنوي بهذه الكلوز. هذه الكلوز هي كلوز طبيعية، هي الـ ING plus object فقط، يعني كنتم متعودين عليها، مرة عليكم هالمرة بس حطيناها اسم قلنا ING clause. مثلاً الجملة الموجودة feeling tired I went to bed early. Feeling thirsty, I drank two glasses of water, or just felt a headache or something. هذه كلها اللي يهمنا شنو؟ هاي feeling tired. هذه الكلاوز، هاي نسميها كلاوز. الكلاوز شنو إلها معنى وشن نستخدمها؟ يا ترى بداية الجملة، بنهاية الجملة، ممكن تجيب وسط الجملة، وين نحطها بالضبط؟ ومعناها شنو تعني؟ تعني انه اني عطشان حاليا، لو اني عطشان ومستمر بالعطش، واني عطشان وشربت مي، وجاي احكي عن حدث استمرارية مرحلة عطش بس صارت بالماضي، او تعب صار بالماضي. هذا اللي راح نعرفه بهذا المونة. خلي ناخذ مثال. Just playing football, he hurt his knee. Joe hurt his knee playing football. شقي أنا عطشانة حالياً ولذلك أذكر العطش، يعني هي طلعت natural، ما قررتها هذا الشيء، لأن فعلاً أنا عطشانة حالياً. طلعت هواي محاضرات، كنت منتظرتكم. طلعت هواي محاضرات اليوم، لأن محاضراتي كلهم شلون قلصوا وصاروا هوسة، فبقيت أنتظركم. إذا من تبهيني بالجدول، ما أعرف قلنا لكم الجدول ولا لا، كانت محاضرتنا ثنتين ونص، بس كان عندي محاضرة بذاك الوقت، فأي فعلاً عطشانة. أوكي، هذا المثال playing football. شكراً لكم، إن شاء الله يا ربي يقولون الأجر على قدر قد المشقة، إن شاء الله يا ربي أجمعين مأجورين. هذا playing football، هذا حدث بالماضي، انتبهوا، حدث بالماضي، لكن هذا الحدث استمر لفترة معينة، يعني اللعبة تطول 60 دقيقة، مرات اكو وقت إضافي، مرات ركلات ترجيحية، ما أعرف، بس عموماً هي إلها فترة، يعني مو يلعبون دقيقتين ويخلصون. المثال الآخر، we were feeling tired, so we went to bed early. Feeling tired, went to bed early. نفس الحالة، إنه هذا الشعور، شعرنا بالتعب، كأنما اشتغلنا، سافرنا، حكينا، تعلمنا، سقنا، يعني سوينا فتشي تعب، فحسينا بالتعب لفترة معينة، إلى درجة هذا التعب استمر لفترة، إلى درجة خلانا نروح ننام، حسينا إنه إحنا تعبانين فرحنا ننام. هذني التعبيرين playing football, feeling tired، قال لكم هذني اللي نسميهن ING clauses.
كان لكم هذه الاي ان جي كلاوز اذا تنكتب بالبدايه قلت لكم شوفوا موقعها مره نكتبها بالبدايه لكن اذا كتبناها بالبدايه لازم نخلي وراها كوما يعني هذه الفارزه ما يصير نقول feeling tired ونترك هاي الكوما ونكتب I went to bed early. إذا بداية الجملة لازم بعدها كوما. إذا بنهاية الجملة على الطرف الآخر لا ممكن تجي وحدها. ماكو مشكلة بها. شوفوا Joe hurt his knee. هذه جملة كاملة. والكلاوز اللي انضافت إلها playing football. هذا فكرتها تجي بالبداية تجي بالنهاية تجي بالمنتصف لا خطأ إذا أجت بمنتصف الجملة يكون وضعها مو ما نريد نقول خطأ وإنما اعتراضية تكون مو خطأ وإنما شقول ما تجي دائما الصراحة تشوفون ممكن عندكم أمثلة تجي بالمنتصف بس عموما أني نصيحتي لكم من تبدون تكتبوا حتى تتجنبون الوقوع بالأخطاء بيها باستخدام هاي الـ ING clause حطوها لا بالبداية لا بالأخير يا ترى تقدرون تحطوها بالمنتصف نعم بس تكون صياغتها صراحة تشوفون ممكن أكو أمثلة على الموضوع إذا ماكو أمثلة أنا راح أعطيكم أمثلة فبس عموما هي تجي بالبداية وبالنهاية اللي تعبر عن حدث استمر لفترة معينة. Section B كاتب لكم when two things happen at the same time you can use ing plus. نستخدمها من يكون عندنا حدثين الحدث الأول يتعبر عن الجملة اللي هي sentence الحدث الثاني راح تعبر عنه clause. Clause الجملة هي تقدر تجي بوحدها لكن clause ما تقدر تجي بوحدها. لازم تكون تابعة للجملة. Kate is in the kitchen making coffee. She is in the kitchen, sorry, and she is making coffee. هذني حدثين. يعني هي بالمطبخ. وجودها بالمطبخ حدث. وصناعتها أو عملها للقهوة هذا حدث ثاني. فنريد نقول هي بالمطبخ. أقدر أقول she is in the kitchen. And she is making coffee, but that's redundancy. يعني أنا كررت شي مرتين قلت هي بالمطبخ وهي جاي تطبخ أو جاي تسوي قهوة. ولذلك أقول هي بالمطبخ تسوي قهوة. حتى إحنا عندنا بالعامية بالعربي نقولها. ما نقول هي مرة ثانية أو نعيد التركيب الأساسي مرة ثانية وإنما نلحقها فقط بالكلاوز. على اعتبار انه انا عندي جمله يعني جمله مفهومه قائمه بحد ذاتها واني بدي اسوي اتاتشمنت لهذه الجمله. بعطيكم امثله اخرى. A man ran out of the house shouting. He ran out and a man ran out of the house and a man or he was shouting. ذني حدثين. قال لكم هذه الاي ان جي كلاوز كذلك نستخدمها في حال حدوث حدثين واحد بوسط الحدث الآخر يعني مو حد كان اثنينهم سوا لا سلسلة يعني صار واحد وكان إلى حدث آخر شلون تعلق به مو صاروا اثنيناتهم وحدهم وإنما لا كانوا متعلقين في بعضهم قال لكم when one action happens during another action يعني أنا كنت أسوي كنت أشتغل بالمطبخ وسويت قهوة مثلا أو هذا الشخص كان يركض وفجأة بدأ يصيح هذا الصياح ما صار بداية الركض لا ورا شوية ركض وبعدين صيح ما كان داخل الركض هذا عملية الشاوتينج أو الصياح ممكن تعبر عن هذه الحالة فلحد الآن عندنا حالتين تعبر عنهم الـ ING clause. الأولى إذا حدثين يمرون مع بعضهم يعني ماشيين مع بعضهم وإذا حدث يتبع حدث آخر حدث تابع لحدث آخر المثال أمثلة Joe has hurt his knee playing football هذا معناها إنه هو كان يلعب فوتبول وجرح رجله
بالدقيقة 30 مثلا، دقيقة 40 جرح بجوع أو عور رجل. Did you cut yourself shaving؟ يعني هذا الشخص كان يسوي shaving لنفسه، وبمرحلة معينة هو عور نفسه وأذى نفسه جرح نفسه. فالشيفينج بدأ وبعدين واحد يتعور، ما بدأ نسوى يعني عور نفسه بالبداية، لا عور نفسه بعدين. جاي لكم نقدر نستخدم while و when، دائما نستخدم while و when مع هذا النوع من الفاظ. Joe hurt his knee while playing football. دائما يكون معهم ذني ال while وال when. أدوات الربط يستخدمون هنا الـ while والـ when كأدوات ربط باستخدام. هذا كل ما يتعلق بـ section B. section C راح يعطيكم حالة when one action happened before another action. هسا قلنا احنا هذه ال ing clause تعبر عن حدث ذات سلسل اذا صار بعد حدث اخر، يعني واحد كان يحلق وبعدين جرح نفسه. لكن اذا حدث صار قبل حدوث الحدث الاول شلون نتعامل مع الموضوع؟ اذا هذا الحدث صار يعني هو جرح نفسه قبل اصلا ما يبدي حلاقه، او هو صيح قبل ما يركض، شلون نعبر عنه؟ Having done, having shaved, having ran بهالطريقة for the first action. شوفوا شلون يصير. Having found a hotel, we look for somewhere to have dinner. Having found a hotel هاي شو معناها؟ هاي معناها إنه هذا الوجود أو عملية إيجاد الفندق صارت قبل عملية looking for a place or somewhere to have dinner. عملية إيجاد الفندق، لقينا الفندق وبعدين رحنا دورنا على مكان نتعشى به. Having finished her work, she went home. هذا معناها كملت عملها وراحت للبيت. Having هو عملية الإطلاق. الطريقة الثانية حتى نعبر عن نفس الحالة، إذا أريد أقول مع ing clause، إذا لاحظتوا having finished، having found، هاي مو ing clause، إحنا هسه موضوعنا ing clause. هذه الحالة إذا بدي أقول فشي هذا صار قبل شيء معين، أقدر أقول after finishing، after founding a hotel, after finishing her work, she went to home, or she went to her home, or went home. لكن إذا أريد أعبر عنه بالING بطريقة أخرى، أكو طريقة ثانية قايل لكم إياها. Having والفعل يكون بالpast participle. قال لكم هذه الأحداث أكو حدث كبير وأكو حدث قصير. هذا النوت اللي موجود في سكشن سي، أكو حدث كبير أو أكو شورت أكشن قصير، وأكو حدث قصير آخر. دائما الحدث القصير هو اللي يكون الحدث المتعلق بالحدث الآخر، يعني الحدث الكبير دائما هو اللي يعني موجود كبير لعبة وطوبة. الحدث الآخر إنه هو he hurt himself. They were playing football when he hurt himself or after hurting himself they were playing football. إنه هو جرح نفسه، هذا حدث صغير اللي نعبر عنه بال ing clause، والحدث الكبير دائما ما يعبر عنه بال main sentence. معطيكم مثال. Taking a key out of his pocket, he opened the door. عملية أخذ
المفتاح من الجيب. هذا الحدث الأصغر، فتح الباب هو الحدث الأكبر. ممكن قلت لكم ممكن تجي البداية مثل هذه الحالة. بس ذكرت انه انا ما نوهت عن سكشن بي جايه بالمنتصف. جو هيرت هيز ني وايل بلاينج فوتبول، هذه ممكن تكون بالمنتصف من تكون معاها ادوات الربط. اذا سبب لكم اخطاء خلوها بالبدايه. وايل بلاينج فوتبول جو هيرت هيز ني. بس بكل الأحوال إذا تخلوها بالبداية لازم تخلون بعدها كوما. هذا سكشن سي تعليقي عليه الوحيد إنه هذا having found having finished و after finishing، ذن اثنيناتهم تعابير يعبر عنهم إذا كان عندنا حدث قبل حدوث الحدث الأول. أكيد عندنا حدثين، واحد حدث بالبداية، واحد حدث قبله مو بعده. إذا استخدمت after finishing or after doing or after shaving after shouting، دائما تخلوها بالبداية ودائما تخلون بعدها comma. قايل لكم section D إنه إحنا نستخدم إنه هذني الكلازز دائماً بداية الجملة. بالعادة الأكثر، الوضع الأكثر طبيعي إنه هي تكون بداية الجملة. يعني feeling tired we went to bed، being unemployed he does not have much money، not having a car she finds it difficult to get around. هذه كلها جايات بالبداية. بعدين ذكر لكم إنه having plus past participle. هذه شنو؟ اللي هي نفسها having found having finished اللي خدناها بsection sorry C، هذه نفسها تعبر عن نفس الحدث. إنه نريد نقول having already seen the film twice I did not want to see it again. هذه نفس الحالة، لكن هالمرة نستخدم ال verb مضاف ل ing plus past participle. هذه نعتبرها نوع من ال ing clause، بس مو النوع البسيط اللي هي بس ing أو الفعل. هذه تكون ing لكن شرط إنه يكون الفعل مضاف ل يعني صيغة ال past participle، ما يكون الفعل طبيعي. فعل ing مرات احنا بال ing clause يكون اللي بعدها ممكن ما يكون شيء، يعني فقط ing playing فقط football هي object noun. لكن في حالة انه ضفنا هذه ال ing الى having or getting or ممكن نستخدم get بدل الهاف إذا نتحدث بصيغة غير رسمية. ما ذاكرها ريموند بس هي ممكن نتحدث بها. قال لكم إنه هاي having done، هاي having وبعدها past participle دائما عادة ما نستخدمها باللغة المكتوبة، يعني ولغة الرسائل، لغة يعني القصص ومقاطع الكتابية اللي ممكن نستخدمها، المقاطع العلمية، المقالات وما شاكله. لكن ال ing clause هاي الطبيعية اللي ما بيها past participle ممكن تستخدم بال everyday language. هذا الفرق بيناتهم. التمارين الداخلة من هذا ال exercise، أدري محمد فلاح رافع إيدك بس لحظة. التمرين الثاني طلاب مهم، التمرين الثالث كذلك مهم. التمرين الثاني والثالث داخلين من يونت 58. نعم محمد فلاح تفضل. Yes professor thank you. Professor first about the exercise of unit 67.
67, sorry. No. Which exercise or homework? Which ones? 67.1 and 67.2. Point two? Yeah. It's not normal. No, no, I it's usually, normal. Yeah, it's I not like usual, this one. Like, you know, choose this like of exercise. Yeah. Yes. I like this one. I want you to know that which happen has been started and finished, and which one is like, yeah, I have my reason. Also, it's funny. Professor, I have a question just about section C in unit 68. Having finished. Also, we can also say after and verb with ing. So what about verb with past, after finished? It's correct. Why not after finished? After finished, you mean? Yes. Yes. No, after finishing, you wanna put it in the past? Yes. He mentioned for something you can also say after and verb with ing and example after finishing. So what about after finished? Verb with past form. After finished. It's correct. ماكو مشكلة بيها. إحنا اليوم موضوعنا بس الـ ing clause ما غطاها ريموند ما ذكرها لأن ما تابع الموضوعنا. نعم. After finished sentence, her homework, she went home. هيك تقصد هيك نوع من الجمل؟ After finished like having finished, yes. Having finished. After finished, yes. نعم. أولاً هي هذه الجملة. After finished قواعدين غير صحيحة هذه التركيب الافتر لازم تيجي بعدها ing لكن هذه الصيغة اللي انت ذكرتها نستخدمها احنا بال everyday language يعني انا اقول after finished my lecture I went home هذه انا اقدر اقولها اني وتدريسي اخر بيناتنا لكن اذا اكو عميدة موجودة واكو موضوع رسمي لا ما نقدر نقول هيك So grammatically it's not correct. Grammatically is wrong, yeah. انتوا سامعيها تقدرون تستخدموها لان مسموعه ممكن كان قال فيلم بس هي اولا خطا وثانيا ما غطاها ريماند ما قال انه بالعاميه هيك يقولون ممكن لانه احنا ما داخله احنا بدنا نحكي على الاي ان جي كلاس لكن هي تقدر تستخدمها بس هي قواعديا خطا قواعديا خطا قواعديا It should be ing with after نعم لازم الاي ان جي بعد after Thank you, Professor. You are welcome. هذا كل اللي أريد لحظة 59 إيش قد عندي وقت؟ عندكم محاضرة بعد مو؟ نعم نثر عندنا بعد نثر. بعد عندكم نثر. هذا الكاونتبل and uncountable بسيط بس هو على جزئين أريد أخذهن سوا ما أريد يعني أقطعهن. أوكي نتوقف لحد الآن نتوقف خلينا على ذني اليونتين ما ناخذ الكاونتبل. عموما هو ال 59 راح يتحدث لكم عن المعدود وغير المعدود. سامعيها؟ كاونتبلز 3 بارت نوت 2 بارت. اللي تعرفوهم مني الأداب. 3 بارت كاونتبل also بروفيسور. نعم. إي بيها الثالث بس ذني أهم شيء اثنين أهم من ذاك الثالث عادي نقدر ناخذه واحدة يعني. بس ذني لازم ينوخذن سوا. عموما اتوقف انطيكم وقت حتى تاخذون مادة النثر. اني توقعت انه راح تخلصون على وقت يعني ويا استاذ علاء بس اخرت. توقعت راح تخلصون بثلاثة ونص او اقرب. عموما اني انهي محاضرتي حتى تحضرون محاضرة النحو النثر سوري. لازم أخبر التدريسين وأنا خلصت لأن مثل ما تعرفون هم خطية عندهم التزامات. الله يساعدكم ست. إن شاء الله باكر ها باكر خل أقول لكم شريد منكم باكر راح يكون عندكم كويز حضروا له. الكويز مات باكر بيا مادة شنو؟ ب ثمانية وخمسين، سبعة وخمسين،
sorry,